الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا غالب إلا الله. تركيش يا حوافيش، ما هو بشي مثل الذي في الباع والجيش. هذه تركيا مكالمة سكايبي وعلى طول في ساعتين أفشلوا الإنقلاب. كنت أتمنى من الأخ رئيس الجمهوري أنه كان هادي هذيك الأيام عندما دخلوا الإنقلابيين لبيته أنه يحمل برنامج سكايبي بدل ما حمل جوجل خرائط. لكن إن شاء الله فيها خير، دحين عاد قرب. بس شوف الفرق، في ساعتين وإحنا قد لنا سنتين. لكن نسأل الله مثل ما أفشل الإنقلاب هناك في تركيا أن يفشل داخل اليمن. أو ما قلتها عفاش، خليها على الله يا حاوري. أين الإنسانية وأين الضمير؟ والله أني عشت أمس الليل في بداية الليل حياتي، دخنت باكتين تخيل، وقلت لي من الدخان كثير، وقد كنت مرتاح واتصلت بكل الناس. يا سلام، قد جهزنا الزوامل والطماش، كنا نقرح من نقوم كقحد بوب. لكن يا فرحة ما تمت. يا أردوغان، أين الإنسانية؟ كان عاد راعي مشاعري أقل شيء ليلة، ولا فرحت ليلة. أعوذ بالله، حتى الأخ السيسي اتصل لي في بداية الليلة كان مرتاح. أنا والله أنتم مش عارفين قد إيه كنت زعلان من أردوغان. كان في الاحتفال والقمم العربية وفي الأمم المتحدة، والله كنت أشوفه وفرحت أمس الليل وقلت إن شاء الله الانقلاب ينجح. تمنيت أني أقرأ البيان، صحيح تمنيت أقرأ البيان، بس كيف يا أردوغان؟ كنت يطلع لي الجيران. أفشل الله كل المخططين. الله، لأنه قال في الآية هذيك لا غالب إلا الله فعلا. أو لما هو كان فرحه وزيادة نصغ الله، نصغ الله يقول كنت أتمنى من تركيا أن تحذو حذو سوريا والعراق ولبنان، وكان يطلع عندهم هذا اسم فتح الله وأنا حزب الله ونصغ الله وفي اليمن انصاغ الله، لكن خيغة الله. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. بيفرج الله على كل الشعوب المظلومة وترتفع كلمة الحق. سأل الله أن يثبتنا جميعا في أمان الله. ما قد رقدنا، خلونا نرقد ما جانا جنو. سمعتوا يا قوم؟